ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مسألة النهارده اسمها هورسز. المسألة بكل بساطة بيقول لك ان في واحد عنده مجموعة من الخيل، وليكن 4 أحصنة، ومحدش يقول لي ايه احصنة مش جمع حصان، لان انا جايبها من المعجم. تمام. المهم ان احنا عندنا 4 أحصنة. صاحبنا ده اللي هو اللي عنده الـ4 أحصنة عاوز يلبس كل حصان لون مختلف، برضه مش فاهمين. يعني مثلا هو هنا هيديك 4 أرقام، كل رقم المفروض بيمثل لون. لو رقمين متشابهين، إذا يعني مثلا لو ده أخضر، واحد ده أخضر، والسبعة مثلا بلو، والتلاتة مثلا ريد، فإذا التلاتة ريد، يعني اللونين دول متشابهين. هو عاوز يعرف كم لون هيحتاجه عشان يكمل الـ4 ألوان. برضو مش واصلة. يعني هنا مثلا 1 7 3 3، هنا معاه كام لون؟ معاه ده لون، ال1 لون، وال7 لون، وال3 لون، وال3 برضو لون، دول متشابهين. اذا كده معاه لون واحد واثنين اللي هو السبعة، وثلاثة كده فاضل له كام لون؟ لون واحد. يبقى محتاج 1، الاوتبوت 1. طب هنا مديك 4 ارقام، كل لون قلنا بيمثل لون مختلف، بس هنا الـ4 ألوان متشابهة، إذا هيحتاج كام لون؟ هو عاوز 4، وده كله لون واحد، لأن 7 والـ7 كله ده زي ده زي ده زي ده، فاضل له كام لون عشان يبقى معاه 4 ألوان مختلفة؟ فاضل له 3. وصلت الفكرة؟ يا رب يا جماعة تكون الفكرة واضحة. لو رحنا على الكود هنلاقي إن الكود بسيط جدا، أبسط من أي حد ممكن يتخيله، بس إحنا ولا واحد منكم ممكن نروح نقول فور ونعمل فور جواها وكان فور ونقعد نلف. الناس اللي فاهمه داتا ستراكشر ومذاكره داتا ستراكشر هتلاقي ان في حاجه مهمه اسمها ست. طب الست ديت ايه فايدتها وبنستخدمها في ايه؟ مثال زي ده، الاول هنعمل سكانر بتاعي، سكانر سكانر ايكوال نيو سكانر سيستم ان. ايه الايرور هنا؟ معلش يا جماعه، المفروض سيستم، احنا كاتبين في سيستم فعلا، بس المفروض الاس كابيتال. تمام. بعد كده هنعملهم ست نوعه انتجر، وليكن اسمها نم ايكوال نيو هاش ست. تمام. هنعرف برضو الست عاوزينها في ايه دلوقتي. هنعمل فور اند اي ايكوال زيرو، اي اقل من الـ4، اي بلس بلس. ليه اقل من الـ4؟ لان احنا قلنا عنده ايه 4 سنه، يعني هو عاوز او 4 الوان، فالـ4 الوان احنا هندخلهم 4 قيم. هو هيديك اليوزر هيديك 4 قيم. هنكتب num dot add scanner dot next end كده لغايه الستبس دول ما فيهمش حاجه. ده السكانر بتاعنا. تمام. وده الست، حاجه عامله زي الاري او زي الليست، حاجه عاديه خالص، بس فيها حاجه هنقولها دلوقتي. والفور عملنا فور اقل من 4، وخدنا الانبوت من اليوزر 4 ارقام. تمام جدا. الست بقى ميزتها انك لو دخلت لها مجموعه من الارقام يعني ايه، لو انت معاك مثلا 4، لو مثلا دي 4 و4 و2 و3، فانت دخلت 4 ارقام، الست مش هت يعني ايه هتعمل لهم فلتر وتخليهم 4 و2 و3، ما بتكررش الاعداد، يعني ما بتقبلش انك تكرر الاعداد فيها. اذا لما ما بتقبلش انك تكرر الاعداد، فاذا انت لو دخلت لها مجموعه من الارقام فهتطلع لك الارقام متفلتره ومفيش ارقام متكرره، فاذا انت هتشوف عدد دول وتطرحهم من الـ4. حامل سيستم الاوت برنتلين 4 ناقص الست بتاعتي دوت سايز، وهنعمل ران. ناخدهم اول تيست كيس اللي هي 1 7 3 3، هنا بيقول لك في ايرور، هنا الكوس ما قفلناش. تمام. اذا 1 الاوتبوت 1 زي ما مطلع لك 1 هنا. هناخد التست كيس الثانيه وهنعمل ران تاني،
ربع ثبات إذا محتاج 3 ألوان. تمام. لو خدنا الكود كوبي روحنا عملنا سبميت بيست سبميت هجيب لي اكسبتد. يا رب يا جماعه تكون المساله مفيده واستفدنا من المساله ديت ان الست يعني ايه بتكذبه ان الاعداد تتكرر. يعني لو مدي لها كوليكشن اوف نمبرز مدي لها 4 4 5 5 فهتطلع لك الاربعه والخمسه بس، ما بتقبلش انك تكرر الاعداد. وايا كان بقى لو سترنج ومدي لها كلمتين سترنج مش هتكرر السترنج وهكذا. يا رب يا جماعه تكون المساله واضحه. ولو في اي استفسار او حاجه مش فاهمينها ممكن تتواصل معايا على في لينك الفيسبوك هسيبه تحت في الديسكريبشن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.